ينضم لي الآن وكيل أعمال اللاعبين الزميل نواف المهدي. حياك الله معنا يا نواف. هلا حياك الله، مساء الخير. حياك الله، كيف حالك؟ الصوت ما هو واضح. الصوت الآن كويس؟ أوكي ممتاز. تسمعني الآن؟ أيه. طيب نواف، الآن بالنسبة للمسودة اللي ما تم اعتمادها الآن بالنسبة للائحة وكلاء اللاعبين الجديدة، قبل شوي كان عندنا وكيل أعمال آخر الأستاذ أحمد المزيني اتكلم عن تفرغ القطاع الحكومي شرط اللغة الإنجليزية، أنه في امتعاض من هذه الشروط، يقول لك أنه صعبة لأن البعض غير متفرغ، والشروط التفرغ واللغة الإنجليزية هذه ما هي موجودة في اللجان وفي رؤساء الاتحاد وداخل اتحاد اللعبة بشكل عام، رأيك؟ أول شيء الأستاذ أحمد أعتقد أنه كفى ووفى ووصل يعني معلومات كثيرة بهذا الخصوص. في الأخير إحنا لما نجي نبي نتحدث عن اللائحة أو مسودة اللائحة، هي مسودة طلبت لجنة الاحتراف إشراكنا فيها بالرأي وأخذ المشورة وإعطائهم آرائنا يعني، وهذه سابقة أنا أعتبرها نتيجة الديمقراطية اللي إحنا نعيشها الآن في المجال الرياضي بعد الانتخابات وتعيين رؤساء اللجان. لجنة الدكتور عبد الله البرقان أعتقد هي أكثر لجنة في تطور ملحوظ، وهي حديث وسائل الإعلام بشكل مستمر عكس بعض اللجان الأخرى. ولا تنسون المسابقات عشان نعطيهم حقهم. أكيد طبعا، لكن أنا أتكلم مثلا أقصد اللجان الأخرى، مثلا نجي زي لجنة التحكيم في شكاوى كثير منها، صحيح في قصور كثير وملاحظات على كثير من اللجان. أكيد طبعا، ولنا كل التقدير للأستاذ عمر المهنا كحكم قدير وكرئيس للجنة، صحيح. ولكن لما تجيب رئيس للجنة يعمل بهذه الطريقة الـ وبخطة موزون، أعتقد هنا بيصنع معه فارق في المستقبل. يعني إحنا كلنا نشوف الآن لجنة الاحتراف مع المسودة مع المشاركة بالرأي مع الوكلاء مع مدراء الاحتراف مع كل المعنيين، نجد أن النتيجة سيظهر تطور في الاحتراف. بالنسبة لرأيي أنا كوكيل لاعبين في هذه المسودة، أنا أعتقد أنها راح ترفع الوكيل ليفل أعلى ومستوى أعلى كاسم كوكيل. ترى على فكرة أنا أتكلم وعندي اختبار يعني في شهر 4 راح أدخله، ممكن أتجاوزه ممكن ما أتجاوزه، لكن اختبار أنا أتكلم اختبار وكلاء اللاعبين اللي أعلنوا عنه. لكن إحنا نتحدث إذا راح، أنا بالنسبة لي أشوف إنه راح يرتقي بوكيل اللاعبين، راح يلغي كلمة سمسار، لأنه وكيل يفتح شركة ويؤدي عمل احترافي ويدافع عن اللاعبين ويؤدي عمل متكامل، أعتقد من الخطأ أن نلقبه بسمسار. يعني في الأخير حتى الفيفا ما يلقبه بسمسار. فأعتقد أنه راح يرتقي بعمل الوكيل وباسمه، وراح يوصلنا لمصاف أعلى في عملية الاحترافية. بالنسبة إذا جينا ننظر لنظرة لجنة الاحتراف في التفرغ باللغة الإنجليزية، هي يعني لا ترغب بالتصادم مع أحد أو 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 عمل يعني أو عندها فكرة تبي تطبقها معينة، لا هو عمل مدروس. أعتقد أنا بوجهة نظري عمل مدروس، أخذوا الجرين لاين من المرجعنا الأول أو المرجع الأول الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأنا متأكد من هذا الشيء. عندما طلبوا أن يضعوا موضوع التفرغ واللغة الإنجليزية كفرض على وكيل اللاعبين، أعتقد هذا يحدد نوعية اختيار وكل اللاعبين اللي يعملون في المستقبل، راح يحدد نوعية معينة أنها الفئة اللي تحمل شهادات اللي تعتبر مثقفة اللي تعتبر تخلص للعمل بشكل كبير. النتيجة راح تنعكس على مين؟ راح تنعكس على اللاعبين. بس نواف أنا معليش أنا بقاطعك في هذه، يعني الـ مثلا خلينا نتكلم على التفرغ من القطاع الحكومي، هم لو قالوا تفرغ فقط يعني ممكن أقول، لكن مثلا يقول لك عشان موظف القطاع الحكومي يخلص الساعة 2 وموظف القطاع الخاص يخلص الساعة 5، هذه فيها ارتقاء بالمهنة يعني، ولا مثلا واحد وكيل أعمال. أنا ممكن أشوف أستاذ نواف، وهذه أنا أتمنى أنكم تكتبونها للدكتور عبد الله البرقان. ليش؟ لأنه مهمة كاقتراح يعني، وممكن أنكم أنتم تأخذون فيه أنه الوكلاء الجدد أنه لا يتم منحه الرخصة إلا إذا كان مثلا يجيد أو يكون مثلا متفرغ، لكني أنا واحد أسحب منه الرخصة عشان الآن موظف قطاع حكومي يعني في فيها. لا أنا أول شيء إحنا ما يجوز لنا أن إحنا يعني نعاتب اللجنة بهالطريقة وإحنا ما نعرف إيش توجهها. يعني أنا باعتقادي أنه راح يسمحون للي يحملون رخصهم بالاستمرار،
لحين انتهاء مدة الخمس سنوات المتعارف عليها، وإذا جاء يدخل الاختبار من جديد يفرض عليها الشرط الجديد، لكن تسحب منه ما أعتقد أنه في صلاحيات قانونية تخول لجنة الاحتراف بسحب الرخصة إلا بتقصير من الوكيل أو بمخالفة. طب إذا خلصت يا نواف الخمس سنوات وما أجاد اللغة الإنجليزية ولا تفرغ وعنده وظيفة حكومية، إيش راح يصير؟ عزيزي احنا ما ينفع ننظر لها نظرة عاطفية. لا يعني مو بعاطفية، أنا أسألك لأنك تقول لي ما تسحب منه إذا كان في تقصير في عمله. طب أنا أقول لك لو خلصت الخمس سنوات وهو طلع أنه موظف حكومي وما يجيد اللغة الإنجليزية، وش يسوون له بعد خمس سنوات؟ خلاص ما يحصل، ما يجدد. وأنا الآن قبل في بداية المكالمة قلت لك أنا ممكن أدخل الاختبار الجاي، ممكن أعدي ممكن ما أعدي، يعني خلينا نبعد عن الموضوع هذا، لأنه بصراحة أنا يصدمني مواقف بعض الوكلاء اللي أعاتبهم، يعني وهم يعني ممكن يعاتبوني برضو على حديثي هذا، إنه كل صار يعترض على النقطة اللي ما يعني ما تتناسب مع واقعه، مع أداء، مع يعني لا أنا ما أجيد اللغة الإنجليزية، لا أنا أعترض على هذه، أنا ما أجيد التفرغ، لا المسودة كاملة فيها أمور كثيرة يجب الحديث عنها، فيها أمور قانونية ولوائح لازم إن إحنا نتناقش فيها. بس هي أمور عادية يا نواف، يعني ما تضر بأحد. إذا 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 كان أنت كوكيل أو كمعني بالموضوع، اللجنة طلبت رأيك، تستطيع أن تذكر أن اللغة الإنجليزية نستطيع تفاديها بعمل موظف، طيب أو أني أجيب موظف يتكلم لغة إنجليزية، طيب لو جاء وقت الاختبار هل هتجيب الموظف هذا يحل لك الأسئلة؟ وإحنا نعرف أنه لوائح الاتحاد الدولي منصوص عليها كذا سؤال باللغة الإنجليزية يجب أن تحلها، فمعليش إذا أنت بتتجاوز الاختبار هذا وأنت ما عندك لغة إنجليزية معناته أنت عندك واسطة، وشلون عديت من الاختبار هذا؟ فهي في الأخير راح ترتقي بعمل الوكيل. بس أيضا نواف في نقطة مهمة، يعني أنا أتكلم عن موجود يعني مثلا في الشرط أنك أنت تجيد اللغة الإنجليزية أساس أنك أنت تكون مثلا تقدر أنك مراسلة المدربين، مراسلة الفيفا في مثل هذه المواضيع. بكل أمانة نواف وأنت وكيل أعمال اللاعبين، كم وكيل منكم يراسل فيفا ولا يراسل أي نادي أوروبي لاحتراف أي لاعب هو موكل الآن في الكرة السعودية لاحتراف خارجية؟ يعني أنت تبي توضح إنه هي معدومة، هل معدومة هالشيء؟ أنا أشوف يعني إنها ما هي موجودة عندنا، أنا أسأل. لا 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 لا، لا أنا ما عندنا حتى محاولات، يعني حتى معليش اللي كانوا موجودين، معليش نواف، حتى اللي كانوا موجودين في البرتغال كنا نعرف وكان الكلام يطلع والحديث انه في وكيل اعمال برتغالي هو من يسوق لهذول اللاعبين اللي كانوا لهم طبعا مستويات مميزه في كاس العالم في كولومبيا مع خالد القروني. غيرها وكلاء الاعمال اللاعبين اللي موجودين هنا ومن يجدون اللغه الانجليزيه ما شفنا منهم مثلا واحد راح سوق لاي لاعب سعودي في اي حتى لو في اي دوري اوروبي حتى لو كان درجه ثالثه. لا هذا انا ما ارجع العيب على وكيل اللاعبين السعودي، المين؟ انا ارجع نظره الدول هذه للاعب السعودي. احنا لما نجي نعرض، طب ايش دور وكيل الاعمال؟ متغير النظره؟ تغير النظره بكيف؟ اذا انت دوريك ما يوازي ولا يضاهي، اذا انت اللاعبين ما عندهم طموح، يعني انا اشوف انه العديد من اللاعبين وهم يسمحون لي بهالشيء طموحه ان رصيده يمتلي بالملايين في حسابه ويقف الطموح عندنا. احنا نشوف اللاعب الاوروبي لا يطمح في الملايين ويطمح للوصول لمنصات التتويج والحصول على افضل لاعب في العالم وما ينتهي المجال هذا كله. انا سبق يعني انتم تصطدمون بعقليه اللاعب؟ اكيد سبق ان طلعنا لاعبين، واحد منهم تشكى يبغى يرجع لامه والثاني ما قدر يتقبل نوعيه الاكل. يعني احنا جدا اتكلم في الموضوع هذا، صادق انك فتحته. نوعيه اللاعبين عندنا ما تتناسب مع بس أوروبا. كلهم كذا نواف، يعني ما في واحد يطلع بالغلط عقليته كذا نظيفه شوي؟ ما في للاسف يعني اذا وجدت شخص او لاعب يحمل هذا الفكر او يتحمل تجد بنيته ضعيفه ولا يقبلها. طيب نواف ترى على الفكره انا اكثر واحد تناقشت معه انت، يعني واضح انك فاهم، فاعذرني على الكثرة الاسئله. اصغر لاعب انت وكيل اعمال له كم عمره؟ اعتقد 16. لا املك في البراعم، عندي في منتخب. طب هذا شيء جيد نواف، انا ليش اسالك هالسؤال؟ هذا عندي اثنين في منتخب البراعم، جلست مع ولي امر واحد فيهم وناقشته ان احنا نطلع على اكاديميه ارسنال ونهيئ ابنك وكذا،
جاني الاتصال بعدها بيومين والدته رافضة، وأنا يعني أسمح لها بالعذر في هالموضوع لأنه ما تبي تعرف ابنها عمره 14 أو 15 سنة تتركه في أوروبا أو كذا، وخصوصا أنه حتى لو طلع معه مرافق ما يقدر يكون معه 24 ساعة لأنه راح يكون في أكاديمية مغلقة. صح، وهذا لو هذا أنا سألتك السؤال هذا يا نواف، عندنا ظروف اجتماعية كثير أكيد، أنا سألتك السؤال هذا لأن اللاعب إذا كان عنده برغبة الاحتراف تلاقيه في وقت متأخر ويكون يعني وصل لعمر مثل تجربة أسامة وساوي، يوم حاول أن يفكر أن يطلع بس خلاص وصل لمرحلة، وانت عارف لازم من الصغر عشان تتعود على طقوس معينة وتمارين معينة مختلفة، ما راح تقدر أنك انت فجأة في عمر 23 24 سنة تقولك بحترف برا، ما راح تنجح. أكيد أكيد. يعطيك العافية نواف. عموما أنا عندي نقطة على السريع نواف بس عشان معلش الفاصل، على موضوع التفرغ وأنه تقارنون الحكومي بالموظف القطاع الأهلي. هنا مش هنا الإشكالية، الإشكالية بأنه هذه سياسة دولة يجب أن تحترم. إحنا نعرف الموظف الحكومي أو العسكري ما يستطيع أن يفتح سجل تجاري او يعمل، انا اختلف معك فيها يا نواف، هذه اختصاص، هذه اختصاص الجهه الحكوميه، هي تمنع ولا لا هي تحترم الجهه هذه، اما ان انا وش دخل لجنه الاحتراف والاتحاد السعودي عشان يحترم القطاع الحكومي ويفرغ ما قراري يعترض يعني القرار الحكومي كله كله. انا اتكلم اذا بحترم القطاع الحكومي والدوله كل القطاعات داخل المنظومة الرياضية وخارجها، مو بجعل وكيل الأعمال وكلها فلة. يعطيك العافية نواف. تدافع عن الوكالة، صوت الوكالة. أكيد إذا كان لا مع الحق في بعض الأمور، شوف أنا اتفقت معك يوم تقول لي والله اللاعبين المجتمع عندنا والدة اللاعب والد اللاعب اتفق معك، لكن أجي مثلا تقول لي أنا أحترم القطاع الحكومي فقط في مجال وكلاء اللاعبين وأجي في المجالات الأخرى لا أحترم القطاع الحكومي، لا هذه ما فيها مبدأ عدالة. وأنا أحترم رأيك. شكرا لك نواف. يعطيك العافية.